إثارة وتنافس وندية شهدتها منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة لفئة البروكلاس والنزهة، والتي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي. والهدف الأمانة شغل وقت فراغ الشباب، وهذا على عاتق النادي البحري من تأسس النادي هو إحياء الرياضات البحرية بجميع أنواعها. هذا الموسم بدأنا يمكن متأخر لكن بسبة الجائحة كورونا، لكن الحمد لله أن لحقنا أن قبل نهاية الموسم أنها تكون عندنا 4 جولات لهذه الفئة من القوارب السريعة. عدد المشاركين، طريقة السباق، عدد المشاركين تقريبا بكل فئة القوارب النزهة الحجم الصغير 13 قارب، والفئة الكبيرة تقريبا 11 قارب. الهدف طبعا او الكورس مال السباق هو كورس كامل بفئة يعني بالحجم الكبير، نتلاشى بعض الحوادث للشباب، نوسع الكورس على اساس انه يكون ياخذ راحته في البحر. الجولة الثانية من البطولة شهدت زيادة في عدد المتسابقين، وصل إلى 23 متسابقا، سيما بعد توقف طويل عن تنظيم المنافسات بسبب جائحة كورونا، ووسط حضور كثيف من محبي وعشاق الرياضة البحرية. أهم شيء نجاح البطولة بالدرجة الأولى، الأسعاف مثل ما جات راحت، هذا أول نجاح بالنسبة حق البطولة. النجاح الآخر، الجولة الأولى بالفئة النزهة كان عندي 8 قوارب، الجولة الثانية صار 15 قارب، هذا النجاح الثالث أن الكل مستانس وكل مرتاح والكل راضي على النتائج، هذا اللهم لك الحمد والشكر منه. اليوم احنا قاعد نمشي على استراتيجية وحاطين نقاط وهدف، والحمد لله يعني الخط صح والهدف رايحين له، وبإذن واحد أحد نحقق الهدف مشاركتنا بشهر 4 في أول جولة لبطولة العالم راح تكون بإسبانيا. السباق كان في تنافس جيد، الله وفقني وخذيت المركز الأول. طبعا تعطلت بالانطلاقة وكنت المركز الأخير، بس الحمد لله مداني لنهاية السباق أصير الأول الحمد لله رب العالمين. تنظيم النادي البحري لهالسباقات والمسارات اللي كانت في السباق، الشباب جدا مو مقصرين ويانا، ولجنة التحكيم والنادي وكل اللي بالنادي العاملين على السباق الحمد لله رب العالمين، تعاونهم جدا ممتاز، وبالعكس امتعونا وردوا لنا السباقات، كنا واقفين فترة طويلة الحمد لله رب العالمين. طيب المتسابق شلون يحصل على المركز الأول؟ شنو اللي يركز عليه في السباق؟ انت عندك عدد لفات، كثر ما تقدر تاخذ اللفه باقل زمن تقدر عليه، فانت كل ما كان زمنك اسرع كل ما قدرت تتقدم بالسباق وتكون الاول. لقب فئه النزهه جاء من نصيب المتسابق بدر الدوسري وزميله عادل الشريده، فيما جاء في المركز الثاني المتسابق سالم العازمي وشقيقه احمد العازمي. أما في فئة البرو كلاس فقد جاء في المركز الأول المتسابق محمد تركي وزميله أحمد النبهان، فيما حل في المركز الثاني المتسابق خلاد عيادة وزميله محمد عيادة. أحمد العنزي لقناة ATV العدالة.